بس عايزه اقول لكم طبعا انا عامله اللايف ده. انا الحمد لله بقيت كويسه الحمد لله. انا دلوقتي الحمد لله فين كنت فين وبقيت فين. يعني انا دلوقتي احسن بكتير. في صوت يعني سامعني كويس؟ طيب الله المستعان. اول حاجه انا عامله اللايف ده علشان يعني في حاجات مهمة. فالأهم أول حاجة عشان كلكم بتبعتولي بتقولي طمنين عليكي. أنا الحمد لله والله العظيم والله العظيم راضية والله العظيم راضية يا رب ومش معترضة. والله سبحانه وتعالى يا رب لو كان ده اختبار ولا ابتلاء ولا أنا راضية راضية راضية. أنا يا جماعة والله العظيم كلمة الحمد لله بقولها من قلبي وأكتر من كده. ولو ربنا أراد أكتر من كده بذنوبي ويعفو عن كثير. المهم عايزة أقول لكم أنا طبعا ما سألنيش ليه وحشتوني عايزة أتكلم معاكم وأطلع لكم لايف. ماما قالت لي يعني ده مش منظر تطلع لي الناس بيه. بس والله مش قادرة أقوم أعمل ميك اب ولا عندي فلاتر على الفيسبوك. في ناس بتروح على الانستجرام عشان عندهم فلاتر على الانستجرام. انا مش بعرف. انا قلت اكلمكم على الفيسبوك لان كل صحابي انا كل اللي بحبهم على الفيسبوك وممكن كل انستجرام برضو عندي ناس بحبهم. بس والله انا يعني فيسبوكية قوي. بس يا جماعة مش بقدر والله العظيم انا بجمع الكلام بالعافية. انا كويسة الحمد لله. اول حاجه طبعا علشان انتوا بتبعتوا لي كتير قوي بتقولوا لي طمنين عليكي. وانا قلت لكم والله انا في نعمه في نعمه الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل في اي حاجه ومتشكره من مش عارف اشكر مش عارف يعني. يعني كفايه ان انتوا طلعتوا احسن من عيلتي. يعني انتوا عيلتي طلعتوا احسن من اهلي. وقوفكم جنبي تليفوناتكم. صحابي طبعا اللي ما سابونيش خالص ربنا ما يحرمني منك يا حنانيا هواري ولا سمر 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 إيه سمر فؤاد. بص سمر انا مش عارفه اقول لك ايه. يعني مهما عيش كده رد لك في جميلك عليا واهتمامك بيا وانت ونعم الاخت. يعني ربنا يخليكي ليا يا سمر يا رب. ربنا يخليكي يا سمر انتي وحناني الهواري. anyway يعني يا جماعه زي ما قلت لكم كده الصحاب بيبانوا في الشده. خلاص انا طبعا انا والله العظيم ربنا يخليكي يا عبير يا حبيبتي يا رب تسلمي. والله العظيم انا عايزه والله كنت عايزه اقوم عايزه اقوم واحط ميك اب وانزل انا مش عايزه احط ميك اب يعني عشان انا صراحه مش احط ميك اب من غير التصوير. بس قلت انا عايزه ابقى شكلي حلو. بصوا والله تليفوناتي الله اكبر. يعني طب اعمل ايه انا عايزه ارد بس ردوده صغنطه شوفني. السلام عليكم. ايوه مين معايا يا فندم؟ هبه. نعم ازيك يا هبه ازيك يا روحي عشان من سمع صوتك. ما انا عشان على اللايف. ربنا يخليك يا هبه كلك الله يسلمك. ايوه صح صح حبيبتي الله يخليك. لا انا لسه طالعه والله اللايف. انت معايا في اللايف. انت معايا في اللايف دلوقتي يا بوبا. الله يسلمك وتسلمي وميرسي على تليفونك الغالي ده يا رب يا رب يا هبه يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا. بس انت اكتر واحده عارفه ان انا جدعه مع الناس وبتعامل معاهم بقلبي وده اللي بيوجع ده اللي بيوجع. بس والله لا والله في ناس حلوه وناس كويسه. بس الناس اللي انا كنت كويسه معاهم قوي قوي هم اللي عملوا فيا كده. عشان تبين عشان تبين والله فلترت. لا ده انا فلترت قوي ده انا فلترت.
الاول، وناس المفروض تبقى موجوده في الاول قوي، ما مش ظاهرين هنا كده. اه انا اكتشفت بصراحه ان في ناس كنت مديهم اكبر من حجمهم. الحمد لله، والله الحمد لله. لو ربنا ما ورانيش حاجه لو ربنا ما ورانيش في الشده ديت اللي انا فعلا في ناس شلتها من حياتي تبقى هحكي لك. طب انا ممكن اكلمك على التليفون ده يا بوبا ولا مش هتردي؟ حبيبه قلبي، يا رب يخليك ليا يا بوبا. ميرسي، ربنا يعزك حبيبتي. تسلمي يا قلبي، تسلمي لي يا حبيبتي، بخليكي. ميرسي على التليفون. ماشي يا قلبي، تسلمي لي يا هبه. شكرا حبيبتي، شكرا على التليفون، ربنا يخليكي حبيبتي، تسلمي. طيب طبعا انا، طب انا اعمل ايه؟ والله العظيم انا عايزه اكلم، انا اسفه ان انا اتكلمت في التليفون، بس دي حد من الناس اللي انا بحبها في الله، ومن الناس اللي انا يعني كان ربنا قدرني ان انا كنت يعني عملت حاجه كويسه عشانها. بصوا يا جماعه، انا يمكن مش كويسه قوي، ولا ست مش كويسه قوي، ولا الله اعلم انا ايه، بس انا مهما اقول لكم على الحب اللي انا شفته والاهتمام اللي انا شفته والعروض اللي جاتني، ان يا حبيبتي لو عايزه حاجه، لو ماما عايزه حاجه، لو ابنك عايز حاجه، يعني ربنا يخليكوا. انا اقسم بالله كده مش خايفه على محمد عندي، بس يا رب تبقوا معاه كده. لو انا خلاص حسيت فعلا ان انا ليا اخوات غاليين عليا، بقول لكم احسن من عيلتي، احسن من اهلي. مش عايزه اقول لكم يعني انتوا نعمه، ربنا ما يحرمني منكم كلكم، يا رب يخليكم ليا، يا رب يخليكم ليا. وميرسي، وميرسي على كل حد بعت لي، وميرسي على كل حد كان عايز يطمن عليا. طب راح ليس شاطر اتكلم قوي. المهم دي اول حاجه. تاني حاجه، وتاني حاجه طبعا بعتذر لكل الصحفيين والمواقع والناس، لان انا والله مش قادره ارد، وانا عندي ابني رخم جدا في موضوع الرد على الصحف، يعني على ما بيعرفش يتكلم، يعني هو ما بيعرفش يقول، يعني حتى يا حبيبي لما بيكتب على بوست ولا بيكتب على حاجه، ربنا يا ربي يكرمه ويقف جنبه يا رب، ويديله على قد بره بيا وشيله ليا. ابني ربنا يخليه لي يا رب، يا رب يخليه، يا رب يخلي لكم ولادكم كلهم. فحبيبي يقول لي ماما انا عايزه اذاكر، هو ابني عنده امتحانات، امتحانات اخر السنه، وهو شايلني ورايح بيا المعامل والسونارات والتحليل ومراكز القلب، يعني بصراحه، والمستشفى والعمليه ونرجع للدكتور. بصراحه يعني الواد اتمرمط بيا مرمطه، بس هو الواحد ربنا بيديله. يا رب اسال انه يكون الذريه الصالحه، وربنا يخليه ويحفظه يا رب، ويحفظ ولادكم. والحمد لله، ما لسه كنت بقول للناس انا كنت هموت على بنت، كان نفسي ببنت قوي طول عمري، عن نفسي ببنت، وكل ما اتجوز وافشل اتجوز تاني عشان عايزه اخلف بنت. ربنا ما ادانيش بنت، فقلت حاجه هفضل اقولها طول عمري، ربنا ما ادانيش اللي انا عايزاه، بس اداني اللي انا محتاجاه. لما ربنا يديكي راجل يشيلك في كده، انا لسه ما بقتش عجوزه قوي، ولا انا شكلي بشع، والله انا عارفه، بس بقيت يعني ما تبقي تعبانه، هو بسرعه شايلنا انا وسته. ربنا يخليه يا رب، يا رب ويخلي لكم ولادكم يا رب. بس انا ما اعرفش انا لابسه ايه، ما حدش يقول لي. والله العظيم انا كنت عايزه، بصوا لابسه اسدال الصلاه كالعاده ومكرمش بس انا حاسه ان طلع في وسط اخواتي وفي وسط الناس اللي انا بحبهم، ومش محتاجة اتجمل، لان انا دايما بكلمكم من قلبي. ويمكن كل ناس بتقولي انت بتتكلمي وانت بتقولي وبتتكلمي على حياتك الشخصية وبتتكلمي على، والله العظيم اللي عايزة اتكلم على حياتي الشخصية ولا يفرق معي حاجة، بس والله انا بيني وبينكم كسر الحاجز، بحبكم قوي وبشوفكم جدعان قوي معايا وما بتأثروش معايا، والله بقولكم احسن من اهلي. طب في احسن كده؟ طيب خلينا، مش عارفه ماسكه التليفون ازاي، مطلعه الشكل عامل ازاي، بس عايزه اقول لكم كل الناس بيقولوا انت كان عندك ايه. طبعا اتكتبت حاجات غلط جدا على المواقع ان انا بحاجه ليها علاقه بالقلب او لا، والله الحمد لله رب العالمين قلبي زي الفل، مفيهوش حاجه ومفيهوش شويه وجع صغننين كده، زعل مش وجع، لكن اللهم لك الحمد لك الشكر، لا مفيش موضوع ما يخصش قلبي. وعفوني ان انا هقول هو ايه، لانه حاجه يعني شخصيه نسائيه.
لكن لكن اللي قهرني بقى، ويعني بصراحة يعني لا، انا الدكتورة قالي ما تتعصبيش، بس هقول لكم حاجة. الحاجة اللي تزعل الكومنتس اللي انا قريتها، يعني ابني ما كانش راضي يخليني اقرا حاجة، هو بيدخل يبص مثلا لو في حاجة مهمة بيرد عليها، انا ما كنتش بعرف اتكلم يعني ارد. وانا بصوا انا عايزة اقول لكم ان انا عندي نقص الهيموجلوبين بتاعي يعني 8. اكيد كلكم عارفين لما الهيموجلوبين يبقى 8 ولسه بينزل يبقى عامل ازاي. فانا يعني ما عنديش، يعني انا بتعلق لي محاليل، عايز اوريكم ايديا. بصوا مكان ال، مش عارفه اتبان ولا لا، بس عشان لا يجوز يعني، استغفر الله العظيم يا رب. يعني هو اصلا مش عارفه، معلش انا مش عارفه ابين لكم، علشان فوق لو شفتوا منظر الحقنه تقولوا عليها مدمنه. انا بنت مدمنه حقن عشان بيعلقوا لي محاليل عشان الحديد وكده، عشان الهيموجلوبين اللي نزل. anyway افوجئ بقى في عز اللي انا فيه ده، وربنا يشهد انا فيا ايه. حد بيقول لي انا عارف ان انت كنت بتعملي عمليه تجميل، صحفي محترم انا بحترمه جدا، وواحدة تانية صاحبتي قالت لي احنا كلنا عرفنا، بس انت كنت داخلة اوضة العمليات بتضحكي وعمالة تضحكي، فاحنا عرفنا، فعرفنا ان انت بتعملي عملية تجميل. عملية تجميل في ايه؟ في حد، في يا جماعة اتقوا الله، في حد في زمن الكورونا وفي الوقت اللي احنا مش عايزين نخرج فيه من باب بيتنا، والناس اللي عماله تموت حوالينا، وعارفين في المستشفيات فطر اسود وفطر فوشيا وفطر نيل على وشنا، اروح انا اعمل عمليه تجميل؟ هجمل ايه ان شاء الله؟ اهي بقي اهو، عمري في حق زي ما شفتوني اول يوم، مناخير اهي زي ما هي. بص وشي لا بحط حاجه ولا حاطه حاجه ولا عايز احط حاجه ولا بفكر اصلا. فيعني انا اعمل عمليه تجميل فين يعني؟ وليه؟ طيب عامله تجميل عشان اخس، واقسم بالله لو قادره اقوم من السرير لكنت قمت وريتكم انا عامله زي الشوال ازاي من كتر الهرمونات اللي بيدوهاني. يعني باخد شام هرمونات كتير جدا، باخد ادويه كورتيزون اللي خدتها ساعه عبيتها ما زي العجله. حتى يا ربي حصل لي ايه؟ قلت جات لي صحوه، صحوه بعد رمضان، بعد ما خلص رمضان لقيت نفسي بقى خدت كورتيزون كتير ايام الكورونا عشان جالي حاجه اسمها طفح جلدي، قمت قلت لازم اروح الجيم، قمت رايحه دافعه اشتراك الجيم من لحم الحي ونزلت الجيم وقلت انه دايت وجيم وهعمل هقطع دي يومين، عارف اللي هو انا ما قعدتش لا وايه وانا ايه وكل ما حد من صحابي يكلمني بالراحه يا ميار ابتدي، لا انا لازم اعوض اللي فاتني، ويومين ثالث يوم المدربه بتاعتي في الجيم انا بقى ايه عايزه اقوم، بس اكون في حاجه وجعاني مش قادره ادوس عليها ومش عارفه ايه الحاجه دي، اقول عملت حركه غلط، انا عملت ايه؟ والاخر تقولي يلا بلاش كسل، ما بحبش الناس الكسوله، انا اللي بيمسك بمسكه برايفت لازم برايفت ايه يا ست بعدي عني. المهم قلت يا بنت ما تكسفيش نفسك والناس عارفاكي في الجيم، وتبقي يعني ماير البلاوي الكسوله ويروحوا يقولوا ده حكيت معانا ماير البلاوي في الجيم ومهببه على عينها. فقمت بقى ايه عملت الحركه بقى ومش عارف ايه، اول ما روحت البيت كان باي باي مع السلامه يا سيدي العقلين، اتكلت على الله. بس فمن يومها حاضر، لا لا والله انا ببر، عارفين اقول لكم ايه؟ والله زهقت من قعده البيت. انا دلوقتي عامله عمليه بقالي باسبوع، عندي عمليه تانية انا مش عايزه طبعا، عارفه بصوا لما ماما بتقول لي يا بنتي خدي كلمي فلانه، او لا ماما زهقت، حاسه الناس زهقت مني، يعني زهقت مني. حد كان كاتب لي على الانستجرام يوه وانت تاني، والله العظيم ما عايزه اقول، والله يا ربي انا دخل، انا لما عملت اللايف كنت بعمل لكم اللايف وانا بضحك مش في دماغي خالص، وبقول وكده وخلاص، بتقول لي اخرج بالسلامه وخلاص. والله يا جماعه اقسم بالله ولا ببقى قاصده ان انا باين نفسي عيانه، مش حد عايز كده. وعشان اقول لكم انا ما بحبش حد يشمت فيا، ليه اخلي الناس تشمت فيا؟
انا عارفه ان في حد بيشوفني دلوقتي نفسه يشمت فيا وشمتانين فيا شمت التنين، وعارفين ان هما الحاجات اللي عملوها هي اللي جابت لي كده. بس انا يعني انا مش فارقه معايا، ربنا يهديكوا يا رب ويصلح حالكوا يا رب. اللي يتمنى لي حاجه كويسه يا رب تتردله، اللي يتمنى لي حاجه سيئه يا رب ما تتردلوش، يا رب يعني تحولها حاجه كويسه وتتردله حاجه كويسه. محديش مشكله خالص، انا لا عبيطه ولا هبله ولا حاجه، بس انا مش عايزه ابقى شايله من حد. مش بصوا الدنيا ما فيهاش خلاص anyway يعني. فانا بقول لكم انا طالعه من اللايف ده عشان اولا اطمنكم عليا، الناس اللي بتبعت لي وبتتصل بيا وكومنتس والتليفونات ربنا يخليكم. طبعا البنات كلكم تسلموا لي تسلموا لي تسلموا لي. الرجاله اسفه جدا، معلش ان انا ما بردش على الخاص خالص. فالناس اللي سايبه كومنتس جزاكم الله خيرا، وانتوا على راسي من فوق، شكرا جدا. تاني حاجة ان انا بقول لكم والله العظيم يعني ان انا ما كنتش بعمل عملية تجميل ولا عمري اعمل عملية تجميل. بصوا انا عايزة اعمل عملية تجميل في يوم الايام، في حتة كده مضايقاني عايزة اظبطها في التخن اللي تخنته دراعي، عايزة احس دراعي ان هو مازنجر كده. فبس بيني وبينكم انا مش قادرة، يعني مش قادرة لا اعمل تجميل ولا اعمل ما تجملش. وانا عارفه انتوا بتحبوني، وانا برضو ان شاء الله اعمل دايت. والله ما عارفه يا صوفي، والله ما عارفه يا صوفي، انا سمعت كلام ملوش لازمه خالص، مش عارفه من كتر الجوازات اللي جوزتها هتتحب كلام يجرح. طب يا جماعه بلاش، انا طب انا ام راجل، طب عشان خاطر ابني لو سمحتوا، عشان خاطر ابني. مفيش حد راجل فيكم ولا بنت ترضى ان حد يهزها قدام عيالها، ولا ام تحب ان هي حد يقول لابنها عليها كلمه وحشه، ولا راجل يحب ان ابنه او بنته تسمع عنه كلمه وحشه. فلو سمحتوا اتقوا الله في التعليقات، يعني انا ما بحبش اعمل بلوكات لحد، وانا كنت تعبانه اصلا، والواد هو اللي بيدخل يقرا، يعني الكلام ده بيجرحه، يعني الكلام ده مش كويس. انا ابني راجل قوي ودمه حر قوي ومش قادر يعمل حاجه، ربنا يخليه كل يكتب حاجة يمررها على نفسه الأول، يشوف كده هل الكلام ده هل الكلام دوت هيبقى كويس لو اتقال، ولو ابنه قراه أو بنته. طب هو لو اتقال عليه كده هيبقى مبسوط وبس، وراضي حكمك وحكم ربنا. انا قلت علي، قلت طمنتكم، قلت لكم يا جماعه والله انا مش عملش، مش قادره اقول على العمليه، لا طبعا انا كسف اقول العمليه، بس انتوا هي حاجه عاديه زي كل الستات، يعني ممكن حاجه تحصل. عملنا عمليه وخدنا عينه من الرحم الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبان نتيجه العينه. فكل اللي طالبه منكم انكم تدعوا ان العينة تطلع حاجة كويسة، ما تطلعش ولا عايزة ولا حاجة مش كويسة. ده بس ما قدرش افسر اكتر من كده، بس انا عشان في الله عز وجل ان شاء الله العينة هتطلع حاجة كويسة. ولو ما طلعتش حاجة كويسة انا راضية، راضية يا رب، راضية باي حاجة واي ابتلاء. فلو طلعت العينة حاجة كويسة هندخل تاني نعمل عملية، بس عملية بسيطة. لو العملية لو العينة ما طلعتش كويسة ندخل نعمل عملية كبيرة، ده الفرق. فأنا هعرف نتيجة العينة إن شاء الله هنستلمها يوم 23 اللي هو يوم الأربع. فهسألكم الدعاء قوي، اللي كل بيحبني يدعي لي إن شاء الله إن شاء الله. أنا عملت حاجة غلط مش فاهمة أستاذ إبراهيم، بتقولي أنت عملتي حاجة غلط، خير يا رب، إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها؟ اسال الله السلامة يا رب. هو الدكتور قال لي بعد ما عملنا العمليه كان المفروض حاجه معينه ما تحصلش فحصلت، فاضطريت الف على دكاتره بقى، يعني 3 4 دكاتره من اكبر الدكاتره في الموضوع دوت. وابني عيني في عز امتحاناته، عنده امتحان الصبح واحنا قاعدين عند الدكتور الساعه 1 بالليل،
كل الدكاترة اللي أنا لفيت عليهم دولت. طبعا ببعت لكل دكاترتي أنا بشكركو بشكركو بشكركو، بس طبعا الفارس بتاعي اللي أنا هشكره على جنب، بس أخلص الحتة الجزئية دي علشان هو عايز أقول لكم أنا مهما أشكره ما يعني، هو ده نتيجة استخارتي لله عز وجل. عملت أول حاجة رحت لدكتور، فعارف الناس اللي هي بتاعت البيزنس دي، تروحي له يقول لك ده انت لازم تعملي ابصر ومدرك ويلا وبكره الحمد لله انا ما عمل. وانا خارجه يا جماعه هو كتب لي التحاليل اللي هعملها في ورقه، كنت انا وابني وماما. وانا ما جيت البيت كنت تعبانه بقى وململه وما بتعدلش، فما جيت بقول لماما فين الورقه بتاعت التحاليل اللي الدكتور قال عليها عشان احجز تحاليل. يدور يا جماعه الورقه في صلقه في ملقط للانهيش. انا اجيد قراءة رسائل الله سبحانه وتعالى، فعرفت ان دي رسالة من الله عز وجل اني ما اقدمش على الموضوع ده، ربنا خفالي البرسبكشن بتاعه. فقلت لا قدر الله ما شاء فعل، استخرت ربنا تاني وقلت يا رب دلني على حد يكون عنده ضمير، بس يكون عنده ضمير، ما يعني ما يبقاش عايز ان انا ابقى مجرد بيزنس ولا يتعامل مع ميار الببلياوي، يتعامل مع منال محمد وفي يتعامل مع بني أدمة، يعني كل أملها بس إن ربنا يشفيها علشان خاطر أمها وابنها، عشان ابني لسه قدامه كم سنة في الجامعة وأمي ست كبيرة مش ليها حد تاني يعني غيري، يا ربنا يخلي إخواتي طبعا، بس ماما يعني ماليش غيرها وهي ملهاش غيري مش بس. فربنا وأنا والله العظيم ما بضحك عليكم، والله اللي حصل وأنا بصلي مصلي كده سبحان الله، لما الاسم يتكتب قدامك يعني هو ربنا اللي قال لي كده، انا مش بمزاجي قلت يا سبحان الله. اتكلمت في التليفون قلت لو انا اتكلمت في التليفون وردوا يبقى انا يبقى صح هي الرساله اللي انا شفتها، لو ما ردوش يبقى ده عقل الباطن، مع ان هم يعني انا كنت بستخير بين كذا حد، دكتور خالد عبد الملك عمران استشاري امراض النساء حقن المجهري والأورام وكل الحاجات اللي تخص الدنيا. رحت الدكتور خالد وأنا بموت بجد يا جماعة، كنت بموت. المعاملة المحترمة، الراجل المحترم، طبعا دينا حبيبتي يعني مديرة المركز وكده، المقابلة اللي قابلتها مش مشكلة ان هو الدكتور خالد طلع معايا حلقة ولا اتنين، بس كنت لمسة فيه انه راجل عنده ضمير. المهم رحت قال لي لازم نعمل دوبلر وثري دي، الراجل عايز يمشي كل حاجة صح، نحسبه على خير، جزاك الله عني كل خير يا دكتور خالد، ربنا يكرمك ربنا يكرمك، ويا بخت الناس اللي عندك يعني واللي تعالجوا معاك. رحت الراجل مش عايز يعمل لي اي حاجة، مش عايز دي يطلب مني اي حاجه لما يبقى كل حاجه على نور، احنا عملنا سريديهات ومقطعيات والحاجات دي كلها. بعدين قال لي هندخل نعمل العمليه. عملنا العمليه، بعد العمليه في حاجه ما توقفتش، في مشكله، المشكله ديت قامت عامله لي، رحت له تاني بس الله المستعان بصراحه الحمد لله انا دلوقتي احسن، دلوقتي بضحك وكويسه. في حاجه بقى في حياتي، دكتور خالد بقى جه وقت من الاوقات مره من المرات قال لي ايه، قال لي انت خلاص ما بقالكيش تصنيف طبي للي بيحصل لك. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا قدامي كده على السونار كل حاجه تمام، وقدامي الدنيا ده من ايه اللي بيحصل لك، ممكن بقى يكون سحر يكون حسد. شوف دكتور كبير قال لي، قلت هو دكتور خالد بيقول لي كده ليه؟ قال لي انتي نفس انت، قلت له طب انا ده ايه؟ قال لي انتي تعرضتي لصدمه نفسيه او حاله نفسيه متراكمه بوظت لك الخريطه الجينيه بتاعتك وعملت لك خلل في اسمها ايه، خلل هرموني، يعني خلل هرموني في الجسم كله، وده كله نتيجه ضغط نفسي مش طبيعي. طب يا دكتور انا دلوقتي بعد ما عملت العمليه المفروض ان انا ابقى كويسه؟ تمام، ادي السنوره دي. الراجل بصراحه ما قصرش وقال لي، انا بصراحه حتى اسال دكاتره تانيين اللي اتقال لي ان الراجل ده
يعني ربنا يكرمه والله العظيم يا جماعه ما بكذب عليكم، 3 دكاتره او 4 دكاتره من اكبر اسامي الدكاتره، دكتور محمد فراج اللي هو يعني الحد الجامد 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 ومن احسن واكبر الدكاتره في المجال ده، دكتور احمد ابو فريخه ربنا يكرمه يا رب، حد من بتوع القوات المسلحه الجامد جدا، وكان برضو في مستشفى الشرطه، وكان حد من الناس اللي انا بعتز بيها وبحترمها جدا، دكتوره لتونه مراد يا رب تكوني بتشوفي اللايف ده، الدكتوره لتونه مراد دي حبيبه قلبي من ايام المحور وحد خلوق جدا، ولقيتها هي اللي بتتصل بتطمن عليا، فكان لازم اسالها. طبعا هي كانت في امريكا وبعد كده راحت دبي، لقيتها بتقول لي الراجل ده عملك بما يرضي الله ستيب باي ستيب وماشي صح زي احسن بروفيسور عالمي. قلت لها يا ما انت كريم يا رب. قالت لي وما ينفعش يعمل احسن من كده، ولو اي حد فينا ما كانش هيعمل اكتر من كده، وهو ماشي صح كده وخطواته صح، كل موضوع استني نتيجه العينه وربنا ييسر لك الامور. فانا بشكر دكتور خالد عبد الملك عمران ومركز ادم وحواء، كل الشكر والتقدير ليك وربنا يخليك يا دكتور خالد، مرسي جدا يا دينا، مرسي جدا لكل المركز واهتمامهم وطبعا النظافة والتعقيم، وطبعا عملنا العملية في مستشفى الندى اللي في المانيال برضو، ربنا يكرمهم كل الناس نظافة، ولان كنا مختارين مستشفى بعيد عن الكورونا ما تقبلش حالات كورونا، والحمد لله. طبعا العملية يعني لما نشوف نتيجة العينة ولو رحنا نعمل عملية اعتقد برضو اعملها ان شاء الله في مستشفى الندى، بس انتوا دعولي ان العينة تطلع كويسة، ده الموضوع. يبقى بقى لا بعمل عملية تجميل ولا انا فيا تجميل ولا انا بعمل عمليات ولا انا بعمل عينة عشان ترند والحاجات اللي انتوا اقسم بالله ما شفت ليه هفول على نفسي، انتوا مجانين يا ناس، انتوا مجانين، في واحدة تفول نفسها عشان ترند مين وزفت مين؟ يعني انا هستفاد ايه بالترند والنيلة؟ يلا المهم انا قلت اقول لكم الحاجات ديت. من الدكاترة اللي قالوا لي بصي البسي بورنيطة، البسي بورنيطة وخدي و و و وخدي شمسيتك وخدي سنارتك وخدي مزيكتك وروحي اقعدي على بيتش كده وفرفشي وكده. يا جماعة انا مش هقدر اسافر ابني بيمتحن. لا طب بصي شغالي بقى هاتي افلام كوميدي وعودي اتفرجي على افلام الكوميدي وكلي فشار وايس كريم وتحكي اتحكي، اقسم بالله نسيت الضحك، مش عشان العيا انا مش حاجه لاني بعيط، بس انا حلفت ان انا مش هعمل لايف تاني وعيط، لان برضو كلمه اتقالت لي جرحتني، وانت كل ما تطلعي لنا تقوقي والله العظيم يا جماعه لا ببقى عايزه اقوق. انا على فكره طول عمري بحب اضحك معاكم، انا على فكره مش شخصيه كئيبه خالص، ورابع حاجة بقى اني عايزة اقول لكم ان انا عايزة اقوم. فاكرين مين فاكر عروس العاصمة؟ مين فاكر الايفنت بتاع عروس العاصمة؟ لو حد فاكر عروس العاصمة من الناس اللي كانت معايا لو سمحتم اعملوا لي كومنت ان انتوا فاكرين عروس العاصمة، انا هعمل حاجة حلوة ان شاء الله، بس يا رب اقوم. يعني انا كنت بدأت فيها بس سبحان الله ما زي ما اكون وقعت تاني، مش عارفة اقوم يا جماعة، مش عارفة اقوم. انا مش متعودة زي ما بيقولوا كده ابرك، مش متعودة يبقى ورايا كده زي ما انتوا شايفين كده، مش متعوده يبقى عندي يعني يبقى عندي بس كده حاجات العلاج بس، فما بعملش حاجه غير اني اشتري علاجات من ساعه الكورونا للنهارده علاجات بس، يعني ما بعملش حاجه الا شنط علاج، شنط علاج بالهبل، حطاهم كده مكومهم زي ما انتوا شايفين كده، شنط علاج، شنط كل حته في البيت علاج. بس انا عارفه ان شاء الله ان ربنا كريم، ان انا مبسوطه جدا، كفايه حب الناس، كفايه ده بالنسبه لي، اخواتي وصحابي، اخواتي كويسين العسل، ربنا يخليكم يا رب. طبعا بتاسف لاختي حبيبتي لمية فهمي عبد الحميد ان انا عيانه، انا عارفه هي عيني كانت عايزه تعزمني وبعدين
عرفت ان انا تعبانه فما قدرتش تعزمني، لانها طبعا سبت الناس ومفتهاش واجب، فانا اسفلها جدا ان انا تعبانه والله مش بقوم. كنت رحت لها على عينيا البازار بتاعها، مش عارفه اقول ايه. طب اخلي نفسيتي كويسه ازاي؟ اما انا بقالي يعني انا جيت من امريكا شهر واحد، يعني النهارده شهر ستة وانا مشتغلتش الاربع حلقات. خلي نفسيتي كويسه ازاي وانا مش قادره اشوف بيتي ولا قادره اشوف حاجه؟ خلي نفسيتي حلوه ازاي؟ حاضر، ان انا بصلي، يعني اما اجي اصلي السنن ابقى بعيط بالدموع ان انا مش قادره اصلي زي ما انا كنت عايزه اصلي. انا مش عارفه، مش عايزه اختفي طبعا، بس انا عارفه ان انا معاكم، يعني ان شاء الله وجودكم جنبي كفايه. انا حسيت اني عايزه اتكلم معاكم. انا مش عارفه اللايف ده صح ولا غلط ولا ماله، بس انا قلت اقول لكم اطمنكم عليا واعتذر للصحفيين ان انا مش قادره اتكلم، بس من فضلكم يعني كل الموقع وكل الصحفيين بخليكم بلاش تألفوا علي حاجات، بلاش تألفوا وتقولوا حالتي اتدهورت وحالتي اتنالت. ان شاء الله حالتي ما تتدهورش يعني، والنبي ما تفولوا علي يعني. كل ان يصبنا المكتب والله لنا، بس حتى لو في حاجة بلاش اتدهورت. والقلب فيش قلب، الحمد لله القلب تمام وكفاية اللي فيه مش هنعيه كمان. تالت حاجة ان انا طبعا بشكر دكتور خالد عبد الملك، ربنا يكرمك. انا مشوفتش حد عنده ضمير زيك، واللايف ده قليل عليك ان شاء الله يا جماعة. لما اروح، لا طبعا مش لما اخد نتيجة العين، لو نتيجة العين طلع كويسة اعمل لايف مع دكتور خالد ووريهولكوا ووريكوا قد ايه هو حريص عليا، وقد ايه هو بيتقي الله في شغله، وقد ايه هو راجل محترم، وقد ايه كل الناس اللي بيشتغلوا معايا بيخافوا ربنا. وهوريكم كمان الناس اللي جابوا بيبي على ايده. طبعا انا مش دعوه، انا ما بجيبش بيبيهات خلاص، بس هم يعني بصراحه ربنا يكرمه يا رب. ناس كتير زرع في قلبها الفرحه وفرحها، وحد يعني نحسبه على خير يعني. ده استخاره ربنا ليا، ربنا يكمل يا رب شفايا ويكون سبب هو يعني في شفايا ان شاء الله. طبعا الدكاتره كلهم ربنا يكرمه، كل اللي اتصلوا بيا، كل اللي سالوا عليا، كل اللي اطمنوا عليا من دكاترتي الحلوين اللي بيطلعوا معايا في البرنامج، كل المسجات على راسي. ثانك يو سو ماتش من ذوقكم من اخلاقكم. شكرا لكل الفانز اللي عندي على الفيسبوك، انتوا اهلي وحبايبي وعشرتي الحلوه. ويا رب ما تشوفوا ابدا مرض ولا يجي لاي حد فيكم مرض. بس انتوا عارفين ما بكلمش خالص، بصدقت اتكلمت حبله مشغله الراديو. وطبعا ربنا يخليك يا بنت، تسلمي يا حبيبتي وميرسي يا جماعه. الله يسلمكم يا رب، الله يسلمكم كلكم. عايزه اقول لكم ان انا قررت ان انا اسافر. انا عايزه اسافر، عايزه اشوف بحر. انا مش قادره استنى العينه، مش قادره. حاسه ان انا لو استنيت هتاخد زياده. افكر اروح اي حته، ما عنديش حته اروح. ابني بيمتحن يوم الخميس، طب اروح فين؟ طب انزل اروح فين؟ اوبس. اي استغفر الله العظيم. طيب مش مشكله، احنا هتلهي معاكم عشان ما احسش بالوجع. طيب فمش عارف، افكر اروح حته. النبي ممكن تقولولي لو كان ممكن اسافر مكان؟ حد الله بيني وبين بورسعيد. لا لا لا، مين بيقول على بورسعيد؟ يا رقية يا حبيبتي كلك ذوق، بس والله ما اقدر الا بورسعيد خلاص. مش كده، ما انا هعمل كده. مامتي قالت لي ان هي تذبح لي طبعا. والله انا بذبح، والله بذبح كتير يعني، بس ان شاء الله يعني هذبح بنيتش. ايه رايك يا ولاء اجي اسكندريه؟ ما هي اقرب حاجه ممكن اروح وارجع قبل الامتحان او يوم العينه الصبح. بس انا والله لو فضلت قاعده كده هتجنن. انا بقالي اسبوع قاعده في السرير زيت. يقولوا لي لازم تاكلي عشان تعوضي وكده،
طب انا اقعد اكل، طب انا هتخن، طب مش هاكل هيغمى علي. شرم بيقولوا شرم يعني متبهدله خالص يا سامي. حاضر. طب لو جيت اسكندريه هتقولي؟ طب تيجوا تونسوني وتقعدوا معايا يا مرسى مطروح؟ مش قادره يا عبير، انا عارفه ان هي روعه، كفايه انك فيها حبيبتي، بس بعيده اوي وانا تعبانه مش قادره استحمل رجرجه الطريق. اه لا مش هقدر. يا رب يا رب يشفينا ويشفي كل راس البر. دي جميله، انا ما كنتش عارفه ان هي جميله كده، بس بتالي في الصيف تبقى زحمه يا نون. اه مش هينفع راس البر، لا يعني راس البر اجيها. حاضر هاجي راس البر، حاضر هاجي يا هالة، حاضر هاجي يا ماما. بس هقولك حاجة، ممكن نخلينا اخر الصيف لو ربنا التاني عمر، لو مت بقى يبقى اعرفي انك اتنين اجيلك راس البر يا لولو. حاضر يا جمل، حاضر يا جماعة. ايه ده راس البر عسل قوي، كلكم عازميني في مين اللي في السخنة؟ ماشي اللي يرجع في كلامه يبقى عيل. انا اجيلك يا ميور. مين اللي عزماني في السخنة؟ ما بحبش الكلام البلاموتي، انا بتلكك وقالوا لي لازم تروح تغير جو. بس انا مش عايزة ابقى دمي تقيل. مين في السخنة وانا بتاع مين؟ مصرية حبيبتي. او ماشي اجيلك السخنة، حاضر ماشي يلا اعملي العزومة في السخنة وانا هيك. يا ربي يخليك يا نهى يا سكر، انتي اللي سكر والله، كلامكو ده عسل زيكم يا روح قلبي، ربنا ما يحرمني منكو ابدا. والمصحف كلامكو ده عامل احلى من كلام، احلى من علاج الدكاترة والنعمة. ماليش في الساحل يا سومة، ماليش فيه والله، ماليش في الساحل قوي يعني، مش عارف مش قادرة والله اشوف دعاء اتغزة ولا ليا نفس الحاجة. لا ما بعملش رجيم، ما بعملش. مش عارفة يا ريان، بيقولك مليان بقى زحمة وكده والدنيا حر جدا في شرم. يا حبيبتي يا هوبي، حاضر حاضر يا رب يا رب يا روح يا منى. اختي وحبيبتي وبنت خالي وام ديما القمر، ده انت حبيبتي، انت خلاص سافرتي يا امنيه؟ رحتي شرم حبيبه اختك؟ ربنا يخليك. حاضر والله هحاول اجي ان شاء الله، اجي عشانك وعشان ديما. بس انا تعبانه والله، انا عايزه اقوم بقى يا جماعه، عايزه حد يركب لي موتور اقوم. ان شاء الله هقوم، ان شاء الله هبقى كويسه. بس انتوا ما تحرمونيش من دعواتكو. حاضر 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 والله طلعت، والله طلعت يا جماعة، والله طلعت على قد ما اقدر. طيب خليني بس اقول لكم ان انا بحبكم قوي بقى، وخلاص مش هتركب من الكلام. بس هشوف كده ان شاء الله اروح يوم، ان شاء الله اروح يوم في اي مكان، ان شاء الله اروح يومين. انا عايزه اقول لكم ان انا كمان خدت قرار، كانت حاجه مضايقاني قوي في حياتي، عامله لي ضغط نفسي كبير قوي، حاجه كانت موتراني طول الوقت، منكده عليا طول الوقت، روشاني طول الوقت، مش مخلياني مركزه في حاجه ولا في شغل ولا في بيت ولا مع ابني، حاجه كانت واخده جزء كبير من دماغي بالسلب مش بالإيجاب، حاجة جابتني ورا دمرتني صحيا ونفسيا وجسمانيا يعني بصراحة، وشغلي وكل يعني، حاجة جابتني الأرض. أنا امبارح بالليل النهاردة الصبح أخدت قرار أني أروح ما بعدك روح، مهما كنت هخسر في الموضوع ده. اشتريت نفسي، اشتريت صحتي، اشتريت اعصابي. تقولي ربنا يقويني على القرار ده ومرجعش فيه ابدا ابدا، ومرجعش للكارثه اللي كنت فيها دي تاني. اوعى لحسن حد يفتكر ان انا متمنه ولا حاجه، لا في حد يعني، في حاجه كانت في حياتي
عامله لي قلق، وانا اتقي اللي اقول لا يا ربي لا معلش استحملي معلش احتسبي. بس بصراحه بعد اللي حصل لي قررت ان انا هشتري نفسي، مش قادره. فادعولي ان شاء الله العينه تبقى النتيجه كويسه، ودعولي بالثبات على القرار اللي انا خدته مش هرجع فيه ان شاء الله، مش هرجع فيه ابدا لاي ظروف. ودعولي ان لو هعمل عمليه تبقى العمليه صغيره مش كبيره. وانا حاسه ان انا لازم اقوم، انا عايزه اقوم، انا حاسه اني مربوطه في السرير، كل ما اقوم اموت، مش عيا اموت اقع. والكلام دوت يعني انا جيت من امريكا، جت موضوع بعدها جت الكورونا، يعني في امريكا موضوع رجلي، بعدها الكورونا، بعدها الموضوع بتاعي دوت. زي ما بتقولي لي كده يا سماح، والله يا حرام ما بفوقش، بس اذا حب الله عبدني ابتليه. بقيت مكسوفه احكي لكم، مكسوفه اتكلم مع الناس، يقولوا عليا بلت بقى، وعماله تقول عن نفسها عيانه، وعماله مش هقول، خلاص مش هقول حاجه، انا هقول بس ادعولي، وان انا بحبكم خالص، وهقول ان شاء الله ان شاء الله يوم الثلاث بالليل هعمل لكم لايف، اقول لكم النبي ادعولي ان بكره ان شاء الله ربنا يكبر بخاطري والعينه تطلع حميده ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا حبيبتي، يا رب يا مرمر، يا رب ان شاء الله هتطلع كده. ربنا كريم، انا عشمي في الله سبحانه وتعالى. المنصوره احلى بنات واحلى سكرات، المنصوره حبايب قلبي، المنصوره انا بس يا جماعه ادعولي ان انا اعمل الحاجه اللي انا البروجكت اللي في دماغي ده عشان اقوم بيه وابقى في وسطيكم. بص، كل الناس بيجروا على الانستجرام وبياخدوا معاهم الناس بتوع الانستجرام، انا هاخد الناس بتوعي بتوع الفيسبوك. الانستجرام لي ناس وانتوا ناسي، معلش مش قادره اتكلم بقى، انا خلاص دخلت. استودعكم الله. بصوا الشيف دعاء اصلا مجرمه في الاكل، شيء يخوف يخض في الاكل، فما تغريني طاجن ورق عنب وطاجن ابصر. والنبي يا شيف دعاء، ده انا بقيت خلاص قنبله، انا هنفجر خلاص، هنعمل ايه بس؟ الله المستعان. يا حبيبتي يا شيماء الله يسلمك، انت اللي قمري، ربنا يخليكم. بصوا انا عايزه اقول كل الناس اللي على اللايف واشكرهم، بس استنوا بقى لحسن، انا ايه حالتي متاخره، بتاعي شوفي لي كده نظارتي، الجراب بتاع نظارتي فين؟ شوفي هنا كده حبيبتي، مش عارفه فين، شوفيها كده، عارفه النضاره بتاعتي اللي انا بلبسها دي؟ بس انا عايزه اقرا للناس الكومنتات، كانت في جراب كده معرفش ودته فين، تكون مامتك شالته، لا مش لاقياها، مش عارفه راحت فين. شوفي الفنانه الجميله العسل رولا أسير صاحبتي بتتصل بيا، وانا طبعا عشان اسفه انا هقفل اللايف عشان ارد على رولا، بس كنت عايزه اقرا لهم. ممكن البس نظاره مامتي؟ استنوا كده اشوف، من النبي بشوف بنظاره مامتي احسن من نظارتي. ما انا مش هقدر اقوم يا سهام، انا عامله عمليه ايه؟ انا طبعا ما تبصوش يا جماعه دي نظاره ماما، يا بنت دوري لي على النظاره، الله يخليك. شوفيها يمكن دخلت في شنطه العلاج كده، الله يسلمكم ويخليكم ليا. حاضر، هرمي كل حاجه، والله رميت، والله رميت، ومش هرجع تاني اللي انا رميته ابدا، لو هخسر كل حاجه. انتي قلبي يا رولو. يا جماعه عايزه اقول لكم، رانيا محمود ياسين دي لا هتتكرر ولا اتكررت، يعني مش صاحبة ومش جدعانة ومش أخوة، مش كل مرة بعمل لايف بشكرها، أنا بلقيش حد جنبي غيرها، يعني مش بس وحورية اللي ما لقيتش حد جنبها غير رانيا، بص ما لقيتش حد كده يتغربله الوسط كله، رانيا محمود ياسين وغدا إيهاب نافع ولقاء سيودان، يعني اللي هم عارف الناس اللي هي أولاد ناس قوي محترمين قوي
حبوني قوي وانا بعشقهم قوي وبيضه قوي وبيض قوي وجدعين قوي. المساله كده يعني. انا طبعا انا اسفه لو كنت نسيت حد. طبعا النجمه الجميله ست الكل مادلين طبر اللي كلمتني من بيروت وتقول لي اموريني اللي انت عايزاه يا حبيبتي يا ميار. انا هتجنن عليك والله يا مادلين على راسي تليفونك. شكرا. النجوميه مش محتاجه ان الواحد يبقى قريب يعني. بس كل صحابي الحمد لله سألوا عليا. بس اللي ما بتسيبنيش اللي بلاقيها في ظهري كده ظهري وسندي وعشرة عمري وبتخاف عليا من الهوى واصلا انا شخصيتي في البلالة شخصيتي ضعيفة جدا وما اقدرش اعمل اي حاجة من غيرها. هي الاول والاخر هي. بصوا انا بخاف منها جدا. لما اعمل غلطة هي تتكسل او انا اترعب ما اعرفش ارد. يا ما اعرفش ارد. يا بنتي بهدلتي الشنطة. انت خليتي الشنطه كفته اعمل فيكي ايه يا ريتاج ووقعتي كل الحاجه اللي في الشنطه. اه يا ادي رخيمه. ماشي يا روشو هات كده وريني اهم. هتلاقيها هنا يمكن مامتك لميتها في الحاجات دي وانا ما خدتش البرافو دي الصبح. لا لا انا مش عارفه راحت فين. ما مامتك هي اللي روقت. شوفيها يمكن حطيتها في الدرج بتاع النضارات تاني درج ده لان نضاره التيتا برده مش شايفه بيها. ايه ده يا عريس وحش. لا 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 ده اللي تحته اهو. يلا ايوه اهي على الوش كده يا بت. اهي اهي اهي. لا اهي بصي لي هنا اهي. يا نهار كسوه. لا لا مررتي بت. اهي 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 اللي على الوش. تعالي بصي هنا. بصي في الحته في اخر اهي قدامك على طول البتاع الكحلي دي. لا لا اتنقت. انت ليه يا ماما بصه هناك اهي في الناحيه التانية بقى الجنب ده. ايوه اهي قدامي. ايوه ده انا شليت. ده انا اصلا ما فيهاش حيله زعق. يا رهوي شيكو حط على الكير يا رتاش. بتموتتني من نقطه اشاور لها وهي ببص في البراله. يا اختي ايوه دلوقتي اقدر اقول لكم بنضارتي الفظيعه. ميرسي يا وفاء يا رب يخليكي. استاذ ياسر الله يسلمك ويعزك يا فندم. شكرا لاهتمامكم جدا. ميرسي يا تغريد حبيبتي يا رب تسلمي يا روح قلبي. انت يا مي يا حبيبتي يا مي. مديحه مش عارفه اقول لك حبيبتي يا رب يخليكي. نفسي تسمعوا عني اخبار حلوه واخبار شغل واخبار فرحه واخبار فسح واخبار. نفسي اعمل كده وانا بحبك برشا 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 يا رماليتا. المغرب واهل المغرب وصحابي واخواتي اهلا وسهلا بيكي. الله يا رب يخليك استاذ احمد كلك ذوق والله. انت اللي اخو محترم. تسلم يا ام عبد الله يا حبيبتي. الله يعزك يا ماما الله يعزك. طيب وعبير يا حبيبتي. اه يا عبير شفتي عبير حوارت خالص يا عبير. تسلم يا ايمان والله انت يا حبيبتي اللي روح قلبي. ان شاء الله هرجع بفضل دعائكم وبفضل وجودكم جنبي ودعمكم دوت وروحي المعنويه اللي بتترفع من ذوقكم من اخلاقكم. ست العميد ربنا يخليكي. ست العميد خيلت يا رب. إيه شكرا يا فندم. شكرا شكرا يا دكتور ناريمان. يا دكتور ناريمان قولي لهم ان انا ما كنتش بعمل عمليه تجميل يا دكتور ناريمان. ولما اعمل عمليه تجميل هقول لك علشان توديني المستشفى الجامده جدا اللي احنا اتفقنا عليها ولا هعمل لها احلى دعايه. بس اما افكر في التجميل الاول اقوم بس واقف على رجلي مش قادره اخد نفسي. لا بس انا كويسه انا ممتازه وقرده. شيف دعاء حبيبتي يا لولا يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي. ميرسي يا هبه يا رب يخليك يا هبه كلك ذوق يا قلبي يا قلبي ما تحرمش منك. يا ريتال يا جميله ميرسي يا بيبي. اميره يا حبيبتي ميرسي يا حبيبتي. وميرسي على الموضوع اللي انت منزله بمنتهى المصداقيه يا رب. انت حبيبتي يا اميره ربنا يخليكي ليا يا رب. تسلمي تسلميلي. اهلا يا استاذ جعفر. يا ربي كل الناس اللي بحبهم دلوقتي من المغرب على الـ على اللايف يا حبيبتي ربنا يخليكي. تسلمي لي ربنا ما يحرمنيش من دعائك الحلو. ميرسي يا صفاء يا حبيبتي. تسلمي 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 يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا عبير. اوكي شكرا.
اه والله مش بص يا استاذ محمد، هقول لك حاجه، انا يمكن كل اللي انا فيه ده عشان محرومه من الحرم. والله حاسه ان انا يوم ما ربنا يكتب لي العمره ولا الحج هطير هجري كده زي الفريره. والله العظيم كل العيا اللي فيا دوت من حرماني من سجدتي في الحرم والكعبه. يا رب يخليكي. ميرسي يا شيم. يا شوشو قابلتيني من 20 سنه في تكه. طب والله العظيم يا شوشو انا مش فاكره، بس انا من 20 سنه فكرتوني بحد بيحاسبني، بيحاسبني ان انا قابلت حد سنه 93 وسالني قال لي انت تعرفي الشخص ده؟ انا معرفوش، ده جه اتصور معايا، فازاي ما افتكروش من سنه 93؟ بعيد عنكم. تسلم يا فندم، تسلم يا استاذ قعود، يا منوله يا حبيبتي. يا رب اجوز محمد والله ويجيب لي بنوته حلوه بدل انا فاشله كده. شكرا يا امل، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا مي، انتي القمر يا ميويا. تسلمي يا ام عمير، ربنا يخليكي. اه رانيا بنت اصول، رانيا بنت رانيا دي ست الستات، رانيا دي الهانم، رانيا دي الاخت والصحبه والجدعه، رانيا دي اللي انا لما عشت طول عمري كده اقول ان انا ليا صاحبه مش تبقى زي رانيا، ولا حنيه رانيا، ولا ذوق رانيا، ولا خوف رانيا عليا، ولا وقوف رانيا جنبي. انا طلعتش من الوسط كله كده بحاله كده الا برانيا وغاده. ربنا يخليهم يا رب، يخلي لهم ولادهم. ميرسي يا عبله، عامله ايه؟ وحشتيني يا عبله يا ميو، ربنا يخليك يا ميو. يا حضرتك عملت معايا عمره قبل كده وكنتي انتي وابنك. طب استاذ احمد اوكي، بس يعني انا عملت عمره مع حضرتك بس مش فاكره، معلش انا يعني ببقى مع النساء مش عارفه، معلش. عامه الله يخليك، اه فعلا بروح العمره انا وابني على طول. يا رب يخليك يا سهام، كلك ذوق يا قلبي. انا بقى، انت عارفين يا جماعه لو رانيا يعني رشحت نفسها تبقى النقيبه بتاعتنا يا بختنا بيها وحياه ربنا. مفيش، معرفش، انا بقعد اقول لها حبيبتي ربنا يديك الصحه، ان لما كان انكل محمود تعبان كانت تخلي بالها من باباه وتدعم مامتها وتسال عليا وعلى حوريه وتسال على العيان. لا لا لا، ربنا يديها الصحه وخلي لها اولادها، هو بيت عسل، بيت كبير وبيت ناس كلها نحسبهم على خير، بيت متربي متاثر. الله اكبر، ربنا يخليها لي يا رب، ربنا يخليكي ليا احلى رانيا في الدنيا. تسلم يا حبيبتي، ميرسي يا وفاء، ميرسي يا ساره، كلك ذوق يا حبيبتي. شكرا يا ساره. اه هتعصبني، البت جابت لي جنان النضاره قدامها بتدور في حته تانيه، معلش بس غلبانه يا دماغها على قدها، يا بتنام بدري فهي تلاقيها دلوقتي في الحلم السابع بعد المئة. ميرسي يا سهى، تسلمي، ميرسي يا نهله حبيبتي. اه انا يا جماعه هرمونات، هرمونات مطلعه لي كتاكيت، مش قادره اتعامل مع حد من كتر العصبيه. حاضر، مش هتعصب، مش هتعصب، ادعولي ادعولي، ربنا يروق يهديني كده، مش يهدني يهديني، والنبي خلي بالكم الملائكه برضه هما بيكتبوا عشان تركزوا. تسلمي يا لولا، كنتي سكر، ربنا يخليك يا ولد عم، الله يخليك يا رب. حاضر يا ريهام، اول ما اجي راس البر ابعتلك اقول لك استنيني يا روحي. والله العظيم يا استاذ محمد عايز اجي السعوديه واخد عمره، بس انت عارف العمره مقفوله، اول ما يفتحوها انا اول واحده هبقى ببقى على باب الحرم ان شاء الله. انت مش متخيل محتاجه لها قد ايه. اهلا يا نور، دمياط واللي فيها كلكم حبايبي. يا رب يا رب النتيجه تطلع كويسه يا منيل، ان شاء الله تطلع كويسه. ما انا ما عايزاكم بقى تكثفوا لي الدعاء كده، انا مجربه دعائكم الجميل، ربنا يخليكم ليا. العمدة نشوة يا جماعة، اللي يحبنا ما يضربش نار عشان العمدة نشوة على اللايف. أختي حبيبتي أم عبد الجبار الجميل، وأحلى عمدة في الدنيا العمدة الجميلة بتاعتي عمدة نشوة.
يا رب يروني ان شاء الله. الشاشه يعني انا دلوقتي بقيت ما بحلمش ان انا ارجع الشاشه، ده ما احلم ان انا اقوم من السرير. بس ان شاء الله هحاول بكره اروح اي حته. خليكم معايا يعني، يقولوا لي هتقدري، يقولوا لي هتسافري. محمد بيقول لي يا مامي هروح بيكي، وانا اقول له يا ابني استنى ما تخلص امتحانات، يقول لي لا مش هتقعدي الثلاث ايام تستني نتيجه العينه، قومي وشوفي الدنيا وخدي نفسك. بفكر والله. انا تعباكو ولا تعبانه؟ انا تعبانه ولا مش تعبانه؟ انا مش فاهمه. بصي انت ممكن تتقري الكلمه وحشه قوي على فكره يا سهام، ممكن انت كاتبه لي انت تعبانه مش تعبانه، يعني ممكن تتقري انت تعبانه مش تعبانه، وممكن تتقري انت تعبانه يعني تعباكو. فانت قصدك ان انا تعبانه؟ قولي لي بس عشان اعرف، عشان انا فعلا نفسي اكون تعبانه بصراحه، نفسي ابقى خبيثه كده. لو كنت كده كنت بني دلوقتي حاجات كتير في حياتي اتغيرت. تسلمي يا حبيبتي، الله يخليك يا رب، وانا بموت فيك يا ميو يا والله العظيم. انت قلبي يا امل، رب يخليك يا رب. وانت يا بسبوسه، رب يخليك يا بسمه، يا رب يحفظك ويخلي لك ولادك انت كمان. ميرسي يا فاطمه، الله يعزك يا قلبي. وانا ان شاء الله انا بداري على شمعتي، يا شمعتي وانا بقى عندي شمعه. انا شمعتي مطفيه اليوم، شمعتي منفوخ فيها. يا رب تسلمي يا امير، كلك ذوق. حاضر، اجوز محمد. طب يخلص الجامعه واجوزه، يعني اجوزه وهما الاثنين يقعدوا انا اذاكر لهم ولا اعمل ايه؟ والله العظيم عايزه اجوزه. طب لو حد عنده عروسه لمحمد يبعت لي صورتها، انا اصل يا ابني هيتخطب خطاب ولا هو ليه في البنات ولا نيله ولا بيعرف يصاحب ولا حد، يقول لي بس يعني ايه خدي. ده انا عندي عروسه كده محترمه واموره، بس اموره، هو عايز واحده عينيها زرقاء. فكرني بالمسلسل بتاعي، عايز عروسه بشعر اصفر وعين خضر. اه شكرا يا غاده، شكرا يا امل، شكرا يا نهله يا حبيبتي، يا رب تسلموا لي. مش كده يا اميره؟ ناكل اكله فسيخ في البلكونه ونخرب الدنيا. والله لو ما كناش ناكلها طب انا عندي الجنينه، ممكن نقعد ناكل في الجنينه وكده. يا رب. شكرا يا فندم، شكرا ست هبة، تسلمي يا هبة. مرسي يا زينب، مرسي يا هويدا حبيبتي جميلة، تسلمي يا هويدا. مرسي يا رولا، انتي انا اللي بموت فيك يا رولو، تسلمي يا لولا يا حبيبتي، ربنا يخليلك رعف يا مامة رعف. انا اسعد يا حبيبتي، يا رب يخليكوا يا رب. أميرة يا حبيبتي عاملة ايه يا روحي؟ تسلميلي. وعاملة ايه ودودو عاملة ايه؟ يا رب. شفتيني في الحرم النبوي يا فاطمة؟ طيب يا رب. انا افتكرك طبعا، بس انا بشوف ناس كتير، وطول ما انا ماشية في الحرم بحب الناس في الله وهم بيسلموا عليا، فاكيد دي احلى صحوبيه في الدنيا واحلى اخوه في الله. الله يسلمك يا فندم، ده نورك يا فندم. الا انا اسمي منال يا منال، شفتي مصر يا منال. الله يسلمك يا سحر، شكرا يا مي حبيبتي دمياط واللي منها كلكم حبايبي. شكرا يا هدير يا قلبي، الله يخليك يا هبه. يا رب يا رب، ربنا يشفيني يا رب. حبيبتي يا ميويا، مرسي يا تغريد. والله قلت على مدلين، مدلين حبيبتي اقسم بالله يا مدلين، مدلين لسه شكراها طبعا. يا بنتي الناس اللي بتقف جنبك في شدتك دول تعرفيهم وتحطي تحتهم خط، والباقي ديليت وبلوكات ما بعملش بلوكات، بس بسيبهم كده ولا يفرق معايا. يا رب يا حبيبتي يا رب، وانا في الشدة اللي انا فيها ربنا يخرج لك ابنك من الحضانة ويقر عينك بيه، وتشوفيه كده قد محمد ابني كده وعريس قد الدنيا. يا رب يا رب يا ماما ودة، يا رب يا رب يا رب يا رب، البيبي يطلع بألف مليون سلامة يا رب يا رب.
يا رب يا حبيبتي. ميرسي يا نوجة، ميرسي يا روني. اه والله رانيا جدعة، وانا شهادتي فيها مجروحة بصراحة، اصل مهما اقول مش هديها، مش هوفيها حقها. اه انتي مامة احمد، اه ابنك اسمه احمد، وعملنا فعلا عمرة كانت جميلة بيكي 2010. ياه بصي، اصل انا بروح عمرة كل 5 ايام، فكنت كنت عايشة في السعودية كنت كل يوم بروح قبل عمرة. يا حبيبتي ربنا يعزك يا ام احمد، تسلم يا حبيبتي، ربنا يكون تقبل مننا يا رب. حاضر اعمل لكم لايف، انا اصلا ان انتوا تزهقوا مني، ما انا عايزه اعمل لكم حاجه مفيده. ماشي يا زهره، الله يسلمك. ميرسي يا دارين، ميرسي يا هنا، يا هنونه، يا رانيا ميرسي، ربنا يخليك يا سهام. يا رب يا رب تسلم يا روحي، يا رب يخليك ليا يا رب. الله الكلام الحلو ده، طب طب على قلبي في وسط اللي انا فيه، يا رب يا رب. ايه ده؟ طب ممكن اه مع زينب العسكري صح طب ايه ده، ممكن تبعتها لي؟ ما تعرفش تجيب لي لينكها يا استاذ محمد؟ والله هبقى متشكره جدا، ده نفسي اشوفها. معرفش يعني اشوفها ازاي، دي كانت على ايه، على اللي هي القناة بتاعت سعودية زمان دي، بيجيبوا لي مسلسلاتي كلها. ميرسي يا اسراء، ربنا يخليكي. ميرسي يا مي، ميرسي يا رباب. انا مش قادرة يا جماعة، خلاص انا هستودعكم رب العالمين. نعم يا دارين، عيني ايه يا روحي، اهلا يا نجاة، ويكرمك يا رب. ميرسي يا ياسمين حبيبتي، يا رب يخليك يا حبيبتي، كلك ذوق. ميرسي. ماشي يا منال، ازيك يا ام اسلام يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. نحوض ربنا يرجعه لحضنك يا قلبي، تسلم يا اميره. بس مش عامله لايف. طيب انا دلوقتي راجلي وسبعي جه، طبعا لو شفتوا راجلي مش عايز تقول للناس هاي، يلا انا قلت لهم ان انت تعبت معايا قد ايه، قول لهم سلام عليكم. عاملين ايه؟ الحمد لله. مشوار والله، مشوار مهم، مشوار مهم. ادعي لي بقى. انا داعيه لك يا حبيبي، ربنا يا رب يوفقك ويبارك لك يا حبيبي، يرزقك قد برك بيا وخوفك عليا وبهدلتي بهدلتك معايا، ربنا ينجحك يا رب. ادعوا له بس ربنا ينجحه ان شاء الله. انا معلش انا اسفه، انا مش عارفه اقرا بيت. السويس حلوه بيك يا استاذ محمد، ان شاء الله. ده انا عندي اعز صاحبه ليا ساجده من السويس، ساجده توفيق، مصممه الازياء الجميله، وبنتها سلمى كانت معانا على اللايف، فان شاء الله اجيلكوا على عينيا ان شاء الله. يلا نيفين، ايدي على كتفك، لو عندك عروسه ابعتيها لي صورتها على طول. ماشي يا مروضه، تسلمي لي. ميرسي يا لبنى، ميرسي يا حبيبتي، ميرسي يا انتصار، يا قلبي يا انتصار، ميرسي على كل حاجه كتبتيها، تسلم ايدك، تسلم ايدك يا انتصار، ربنا يخليكي ليا، متشكره يا حبيبتي، احسن كاتبه واحسن صحفيه واحسن اخت واحسن كل حاجه، وانا بحبك قوي 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 يا بتوته، انا بحبك يا فاطمه قوي قوي. ازيك يا دكتورة غالية، ازيك يا حبيبتي، الله يسلمك يا حبيبتي، شكرا يا ام روضة. ميرسي يا جماعة، طب انا بحبكم. طب انا لقيت كل في حد قال لي انت وحشة والناس ما بتحبكيش، والله العظيم اتقالت لي، بس انا بعد اللي انا فيه ده، لا يا حبيبتي ما تجيبليش الفسيخ وتتعبي، انا اجيبه من عينيا وانت تعالي بس كلي معايا في البلكون، هنجيبه من نبرو، من نبرو، شوف الناس اللي كانت جابلي الفسيخ من نبرو. تسلموني يا رب يخليكم، الله يسلمكم كلكم، بصوا كلهم باسمي، الله يسلمكم، الله يخليكم ليا. ميرسي جدا يا ابني، جه بقى وعايز اقعد معاه شويه، شوفوا كان فين وبيعمل ايه. و اه شايف يا شايفين يا جماعه، لما اللايف ينور، لما اللايف ينور كده، لما تلاقي ظهرك وسندك واخوكي اللي ما جابتوش امك ولا ابوكي، لما تلاقوا
أجدع وأشهم وأحن حد عليا في الكون في الدنيا. يعني مش يعني سيبكوا بس إنه مثلا حد حنين عليا بس، ولا مثلا إحنا عشرة العمر بس، ولا هو أخويا بس، ولا هو جدع بس. شفتوا عمالين تقولوا إيه على رانيا محمود ياسين؟ ده بقى ظهري في الدنيا. لما يعني لما ربنا يديك هدية من ربنا كده، أخ أمك ما تولدوش، هو ماجد العبيد، دكتور ماجد العبيد، الفنان والمنتج والأخ والصديق، ربنا يكرمه ويخليه لي يا رب. لما عارف إن أنا تعبانة وسؤالهم عليا أقول إيه بس ربنا خليه. إيه؟ حبيبي خلو ماجد في اللايف. محمد بيسلم عليك يا دكتور، وبيقولك يا أحسن خلو في الدنيا، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك ويخلي لك ولادك ويخلي لك مراتك يا رب، يا رب يحفظك، يا رب يحفظك ويخليك لينا يا رب، خليك لينا ويخليك دايما كده في العالي وسيد الناس وحب فيك خلقه يا ماجد، يا ابن حواء وآدم، يا ابن طنط حبيبتي. مش عارفة أقولك إيه، ربنا ما يحرمني منك أبدا. أنا مش قادرة بصراحة، النضارة جايت لي عيني وأنا كويسة، وإن شاء الله هبقى كويسة وغير جو وبقى لذيذة، وأقول لكم بس كده إن شاء الله هطمنكم اليومين اللي أنا هقابل العينة دول، ومش هوصيكم الدعاء. الله، استودعتكم رب العالمين.